حبايبي دي قصة حقيقية. واحدة متابعة حبيبة قلبي بقالها كتير عمالة تقولي بالله عليك اعملي لي القصة دي، وبالنسبة للي انا كنت عاملة شبهها قبل كده فانا حبيت اعملها لها بس بطريقة مختلفة على طريق القصة الحقيقية اللي هي قدام عينيها بتحصل، وهي يعني عشان ملهاش صفة تتكلم في حاجة فبتقولي بالله عليكم انشروا القصة دي عشان الكل يدعي على مرات الأب اللي بتتعامل مع طفل زي ده كده. فبالله عليكم تفضلوا مع الفيديو كامل وتقولوا رأيكم، لأن القصة جميلة جدا جدا وفيها موسيقى حزينة لدرجة البكاء. بالله عليكم تفضلوا مع الفيديو كامل. ايه يا حمود، مال يا مال؟ مالك زعلان ليه؟ محمود كل شويه عمال يلعب بالكره بتاعته. مين اللي بخد محمود وياخدها لسه زفت؟ ده احنا ناقصينه وكمان قاعد معانا كمان وبياخد لعبه. فين الولد ده؟ بره. خد يلا، خد انت مالك تاخد الكره دي؟ خدتها قلت العب شويه من نفسي. تاني مره لو خدتها الكره دي هقطعك، فاهم؟ انت ما تلعبش بكرة ابدا، امشي هات المشي عشان تكنس الصلاه. لو شوف المواعين اللي جو ولا كور يلعب. ايه ده يا ولد؟ نعم. ايه ده انت ماشي رايح فين؟ قول لي في ايدك دي. لا ما فيش، ما فيش. ما ايه ده؟ مين اللي قالك تاخد دي؟ انا قلت لك تكنس وتمسح حوالين منها، ما قلتلكش تاخد حاجه وتمد ايدك على حاجه. سمعت؟ سمعت قلت لك ايه؟ يلا امسح امسح. وده حبيبي. طب هاتي حته نفسي فيها. خلاص شوف اللي وراك ايه، خلص اكنس الحته ونضف. بلا هاتي حته حبيبي. جاش ناقصينك احنا، امك رميتك هناك وحدفتك عليا. صاني ناقص. خدها معاك ما تخليهاش ياخدها منك ابدا. ثلاثة. يلا يلا عينك هتتخزق، هات اللبس اللي وراك ده ناولهولي واخلص. انت هتقعد انك تمسح في الترابيزه ساعه؟ اخلص كده خليك خفيف عشان تنزل تجيب العيش. شوف انا جبت لك ايه عشان هتروح فيها المصيف. وانت مش جبت لي حاجه يا طنط؟ اللي في ايدك دي بغسلها وبلبسها، افردها وبغسلها وبلبسها هتروح فيه. وانت هتيجي معانا ولا ايه؟ انت هتقعد هنا في البيت. بص انا جبت لك ايه، ايه رايك؟ حلو. جميله اهي، شفت البنطلون؟ ايه رايك؟ حلو. جبت لك كمان جروب كوره جبتها، افرد اللي في ايدك هتلاقيها كويسه. بخش اغسلها بشويه ميه والبسها. بص جبت لك ادي كوتش اهو. حلو. ايه رايك؟ حلو. جبت لك واحد ابيض اهو. يلا يا حبيبي. جبت لك اهو، جبت لك صندل كمان اهو اهو. جبت لك صندل عشان لما رجلك تعمل في الحر ورجلك تبقى ضيقه ولا حاجه، ولا رجلك تعرق ولا كده، تروح جاي لابس ايه؟ الصندل الجميل ده. يلا بتبص عليا يا ولد، خلاص اللي في ايدك يلا. ايه ولا مش عاجباك ولا ايه؟ لا حلو، تسلم ايدك. بحس وخد شبشب اهو جبتهولك عشان تبقى تلبس. خد البس يلا في رجلك اهو، حلو جميل اهو. كان بتاع الولد اللي بنت الجيران قالت كانت هترميه، رحت جايه قلت لك هاخدهولك. البس تجيب فيه العيش، ترمي فيه الزباله، تعمل اي شغلانه بدل ما انت قاعد كده. يلا بقى نفض وامسح البتاعه دي. يلا هتنك توقف تتفرج عليا، اخلص انا هم. وخلص وخلص الصلاه عشان تجيب لي شويه ماء سخنين تغسل لي رجلي، جايه من تحت رجلي عماله توجعني. ما يلا يا واد انت، رجلي وجعتني. اخلص اغسل يلا. حلو يلا. انا بغسل. حلو اهو. كانت امك ليه رميتك عليا؟ عشان جوز امي كان عاوز يشغلني في الزباله. شغلك في الزباله؟ تلم له زباله يعني ولا عشان تبيعها؟ ابيعها. طيب ما تعمل بلقمتك بدل ما انت قاعد كده زي النيله وجاي عليا هنا؟
اغسل اغسل يلا خلينا نقوم نشوف اللي ورانا، لسه عندك الحوض عايز يتغسل. اه حاسب يا حمار اكل قرف يقرفك، صدق واخد على لم الزباله بتاكل قرف. انت لسه هتعيط لي؟ يلا نشف لي رجلي اخلص نشف يلا. نشف التانية. حاسب يا مر الفوطة جت في المية. يلا قوم شيل. اخلص. عيل واخد على الزبالة جاتك القرف.